ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي مرتفعا بنسبة طفيفة بلغت 0.8% عند مستوى 9362 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.107 مليار. ومن أصل 69 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 شركة وبقيت 22 شركة على ثبات. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم ASG ستيلز الإمارات بنسبة 10.24% ليغلق عند 9.90 دراهم، بينما ارتفع سهم الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 7.84% ليغلق عند 1.10 درهم. كما أغلق سهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية مرتفعا بنسبة 4.42% ليغلق عند 1.18 درهم، بينما انخفض سهم شركة أرام بنسبة 4.79% ليغلق عند 3.38 دراهم. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام على انخفاض طفيف بنسبة 0.6% عند مستوى 4159 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 386 مليون درهم. ومن أصل 35 شركة تم تداولها اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة، بينما انخفضت أسهم 9 شركات وبقيت 11 شركة على ثبات. وارتفع سهم شركة الرمز كوربريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 14.28% ليغلق عند 1.60 درهم. كما ارتفع سهم بنك دبي التجاري بنسبة 5.26% ليغلق عند 6 دراهم. وأيضا ارتفع سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.76% يغلق عند 0.80 درهم، بينما أغلق سهم شركة الوطنية الدولية القابضة منخفضا بنسبة 10% عند 1.26 درهم. دكتور محمد، هنتقل مع حضرتك لتحليل أداء أسواق المال الإماراتية. أبدأ معك يا دكتور من بورصة أبو ظبي، ما تحليلك للأداء؟ أولا بالنسبة للبورصات العربية، احنا بنحط أسس أساسية أسعار النفط ونتائج الأعمال وتوقعات أسعار الفايدة في الاحتياط الفيدرالي. دي إحدى الثلاث أسس الأساسية اللي بتبنى عليها البورصات العربية. أسعار النفط لو لاحظنا إن هي ارتفعت في العقود في خلال جلسة أمس وجلسة اليوم، خاصة مع الاضطرابات اللي بتحدث في محيط الشرق الأوسط ورفض إسرائيل للهدنة اللي طلبتها حماس خلال جلسة اليوم، وبالتالي دعمت من ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إن انخفاض مخزون البنزين ونواتج التقطير الأمريكية دي دعمت من ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي كان المفترض إن البورصات العربية تبدأ ترتفع النهاردة استفاعات، وخاصة دولة الإمارات. ثاني حاجة نتائج الأعمال الشركات. ثالثا توقعات أسعار الفايدة في الاحتياط الفيدرالي، وإحنا عرفنا إن هو ثبت أسعار الفايدة في اجتماعه الأسبوع الماضي، وخلال الفترة القادمة هنشوف بقى أسعار المستهلكين وقراراتهم ومعدلات البطالة، وهل فعلا هيبدأ يخفض سعر الفايدة. طب افرض خفض سعر الفايدة، هتؤثر بالإيجاب على البورصات الإماراتية والعربية والمصرية، خاصة مع انخفاض أسعار الفايدة في مصر. مثلا عندما ارتفعت أسعار الفايدة في أمريكا، خرج من الاستثمارات المصرية يبان الحرب الروسية الأوكرانية ما يقارب من 22 مليار دولار. طب بالنسبة للأسواق الإماراتية، كما شاهدنا بورصة أبو ظبي أغلقت النهاردة عند 9362، يعني منخفضة نوعا ما. هي مرتفعة حوالي 85%، ولكن ليس ده بمستوى بورصة أبو ظبي. تعالوا نشوف حضرتك، بورصة أبو ظبي النهاردة اتحركت بين 9349 و 9380 بعد أن هوت من 9800، اللي احنا بنقول طالما ان بدات عند 9800 هنوصل لل 10000 نقطه. اكثر الاسهم اللي ارتفعت النهارده هي الخليج بالصناعات الدوائيه، ارتفعت حوالي 8%، راس الخيمه ارتفعت حوالي 4%، بنك راس الخيمه الوطني ارتفع حوالي 3.5%، ودانوك للتوزيع اللي ارتفع النهارده 2.78%، زي ما حضرتك اشرت في تقريرك في البدايه ان هو كان في تراجع في الارباح تقدر بحوالي 5.4%، وكانت محقق حوالي 2.6 مليار مقابل 2.75 مليار.
برجيل القبضة كانت في ارتفاع 2%، وده نقل الحفر 1.37%. الأسهم اللي انخفضت أكثر كان دانا غاز اللي انخفضت 3.5%، وده نتيجة لتراجع أرباح الشركة حوالي 12% زي ما حضرتك أشرتي، بسبب هبوط أسعار بيع الهيدروكربونات. وبالإضافة دانا غاز كانت متأثرة برضك بالمناسبة عشان انخفض الإنتاج الخاص في مصر. والفجيرة لصناعة البناء كانت منخفضة حوالي 3.23%. ده سوق أبو ظبي بمجمله بالمعنى الأصح. وماذا عن سوق دبي دكتور، تحليل حضرتك؟ سوق دبي النهاردة خسر بالأسف حوالي 2.8 مليار درهم، وتراجع حوالي تراجع بسيط، ولكن هو ثابت عند نقطة ال 4150 4200، يعني في الحتة دي هو ماشي في خط عرضي زي بورصة أبو ظبي بالظبط. كان أكثر المؤشرات يعني انخفاضا، كان يعتبر كل المؤشرات منخفضة النهاردة، زي مؤشر الصناعة انخفض 35%، المرافق 1.26%، مؤشر الاستهلاك كان منخفض 1.8%، مؤشر القطاع العقاري كان منخفض 1.18%، والمؤشرين اللي كانوا متماسكين مؤشر خدمات المالية 59%، ومؤشر الاتصالات 17%. من أكثر الأسهم اللي ارتفعت النهاردة كان بنك دبي التجاري 5%، وفي أملاك 1.76%، ومن أكثر الأسهم اللي انخفضت اللي هي تكافل الإمارات 7%، وأمان 2.87%. ونشكر من القاهرة الدكتور محمد عبد الهادي محلل أسواق المال على مشاركته معنا اليوم.